أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نخاطب الزيبوط البلعوط، ونقول وراني متيقن راك راح تشوف هذا الفيديو، وعلى بالي شفت شحال من فيديو تاعي، ولكن ما عندكش الشجاعة باش تجاوب. بصح معليش نقولك، ملي بدا الحراك الزيطوط نتاع قاب قيادة الجيش الوطني الشعبي، صح ولا ماشي صح؟ ملي بدا الحراك وانت تحرض على القيادة، قبل القيادة كنت تحرض غير على القائد، كي شفت القيادة ما دارت والو وليت تحرض على القيادة وعلى القائد. راني غلط ماهيش غلط، وليت تقولهم يا بلعوط. بزاف قادة العسكريين هم يعيقوا لي ويقولوا لي حنا مع الشعب وحنا ضد القيادة وحنا كذا وحنا كذا. المهم تبلعيط تاعك والكذب تاعك والتنوفيق تاعك والخبث تاعك 6 شهور وانت تعوي ما كلاتش، بصح استعر بك عندك نفس طويل. هذا الدليل بلي يعني راهم يسيروا فيك، هذا الدليل بلي راك تتلقى اوامر. خاطش محال واحد على بالو هو يكذب ويصبر 6 شهور وهو يكذب، على بالو بلي الشعب ما راهش يتبع فيه، على بالو بلي الشعب اللي فاق بلي راه يكذب، على بالو بلي راه يقرا في ردود تاع المتابعين في التعليقات رجعوك ما تسواش. ومع هذا مازالك تحرض، ذوكا راك خلاص قنطت من المؤسسة العسكرية كامل بها، بالقايد، بالقيادة، بصف الضباط، بالكبرانات، بالجنود، خلاص. والدليل اليوم راك انتقلت إلى مرحلة أخرى من التحريض وتكذب، ما تحشمش وتقولهم بلي الشعب خلاص او تفاهم ورايح يدير عصيان مدني ويقول لي كيفاه نديرو. سبحان الله، تخلع في ليزي ميغري اللي يدير عصيان مدني يقول الصنف من الشعب اهرب اهرب رايح تخلع. يا البلعوط، على بالك باللي الامور قضيت، اللي بقى في الشارع هما خوالك يا البلعوط الزواف، هذاك واش قاعد راهم يلعبوا في الورقه تاعهم الاخيره. الشعب فاق لهم، شوارع المدن فارغة بالجمعة إلا عويل عملاء فرنسا والمبردعين معهم، أما الشعب الجزائري معظمه فاق اللعب تاعكم. ها نديرو تحدي أنا وياك يا بلعوط، لو كان جيت صح معتقد واش راك تقول ولا واش كنت تهدر. من 22 فبراير لليوم انا نوريك كيف يتبعك الشعب، بصح ما ديرهاش، ما تاخذش الراي. اقسم بالله لو كان جيت في بلاصتك انا امام بالقضيه اللي راني ندافع عليها،
غير ان نشري بي وندخل للدار. ماشي اللي يقول لك دخل يحكموك، رسمي يحكموك، بصح كونك راجل، كونك راجل وكون عندك الشجاعة، خاطش راك تدافع على قضية والرجال يموتوا على القضايا اللي يملوا بها. ادخل للدار ودير فيديو قبل ما تدخل، قول للشعب الجزائري راني داخل باش ندير مسيرة في أودان ولا في محيط بارد المركزي ولا في أي بقعة. هيا كونك في حل ودخل، هكذا كيشوفك الشعب صح، يفعلون ما يقولون ويضحون بأنفسهم. أي سب لروحك، شحال من راجل في التاريخ أمن بالقضية تاعو وقضية تاع الشعب تاعو سب لروحه. بعده هو تجسدت أفكاره وأمنياته، ولا انت راك تغندف في الناس قاعد في لندن وتطبع في الناس. انت باك واش راك تقول للشعب وفاقولك راكو في راس الجبل وتقول له قرقب قرقب باني لاحق، اتقرقب باني لاحق يا وفاقو. تحدي بالعوط نتحداك انا، اقسم بالله لو كان تدخل الجزائر ويرفدوك غير ندخل معاك الحبس. يعطوك بعشرين سنة نريح معاك انا عشرين سنة نوانسك. بصح ما تديرهاش خاطش انت انسان جبان. الجبان هو اللي يحرض من البعيد. القادة العسكريين باش يتشجع الجيش تاعهم في المعارك يكونوا في الصفوف الأولى، يوم يجيش من اللور يقول لهم روحوا 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 أني نتبع فيكم. عصيان مدني، عصيان مدني. أنا منحرف الناس اللي راهي خايفة من العصيان المدني ولا آمنت وراهي تهدر وتحذر. مساكن ما راكو فاهمين فيها والو، اقسم بالله ما كاين لا عصيان مدني ولا هم يحزنون. او اللعب خلاص، ما حبيتوش تفهموا برك. بصح انت كيما راكش ساكت ودايما تعوي، هذا دليل بلي كاين ناس مورا دول موراك.